السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، موضوعنا لحلقة هذا اليوم موضوع مهم، اتصال مباشر مع المواطن بحياته اليومية، احتياجاته، إدامته في الحياة، طاقته اليومية، كل هذه العناصر مرتبطة باسم وزارة التجارة، المواد الغذائية والسلة الغذائية، بطاقة تموينية. تأخرت البطاقة التموينية، اجت البطاقة التموينية، صارت 4 حصص، صارت 5، كانت كذا، هسه ليش هالشكل؟ والله اليوم الطحين سيال، والله التمن مو زين، لا اليوم زين، جابوا لنا خوش حصة. يا الله الرعاية الاجتماعية استلمت حصة إضافية. هذه التساؤلات وهذا الهم العراقي، أو هذه الاستفسارات اليومية اللي نسمعها ببيتي وبيتك وبيت الآخر، خطار من نروح نسمع يمتى تزيد الحصة. هاي مناشة عالمية، لو يجيبونها منا ومنا بأسماء شركات أو بعض المستفيدين بعض الفاسدين، ممكن يجيب له من منشأ رديء ويخليها باسم التجارة ويتم توزيعها على المواطن العراقي. كل هاي استفسارات نسمعها من طرف واحد، نسمعها من المواطن، من أخويا وأخوك وأقربائك، لكن اليوم خلنا نسمعها من قلب الوزارة، من لسان الوزارة، من الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الأستاذ محمد حنون. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ محمد. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. شرفتنا بحضورك. أنت الشرف. الله يسلمك يا عمري. أستاذ محمد، هاي سمعت هاي التساؤلات، يعني يمكن أعتقد أنت لو مواطن بدون الصفة لكان هم هذا صحيح يكون في داخلك تساؤلات. خلينا نبدأ من ملف مهم جدا المواطن يسأل عنه دائما، ملف البطاقة التموينية. وين وصل؟ أنا سمعنا بأنه أكو راح يصير كارت إلكتروني، ناس الورقي، ناس عنده مشاكل في داخل البطاقة التموينية، نقل ما نقل وهكذا. يا ريت تفتح لنا هذه الحلقة بالملف هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي الكريم، وحقيقة فرصة طيبة من خلال قناتكم الكريمة. ووزارة التجارة هي وزارة الشعب بقدر علاقتها واحتكاكها بالتواصل المباشر مع المواطنين. احنا التجارة معنية بملف البطاقة التموينية تكليف، ماكو بقانون وزارة التجارة الشيء اسمه البطاقة التموينية. عندنا شركات غذاء، تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب، و الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وهذه الشركات معنية بتوفير متطلبات البطاقة التموينية تبع للظروف اللي مر بها البلد بسنوات الحصار وقبل الحصار. وحقيقة ملف البطاقة التموينية تعرض إلى يعني أضرار كثيرة، مرة يقول إلغوها، مرة يقول زودوها، مرة يقول قللوها، مرة يعني إحنا جهة تنفيذية معنية بتنفيذ قرارات الحكومة. حقيقة عقد السلة الغذائية اللي هو نقطة تحول كبيرة في عمل البطاقة التموينية أو عمل توفير الحاجات الأساسية للناس، اتوقع ب 2022 في حكومة الكاظمي، وسهل هذا على الحصول للمواطنين على 7 مواد أساسية. قصدك الأمن الغذائي؟ لا، هو قبل الأمن الغذائي. قبل الأمن الغذائي. الأمن الغذائي ساهم بتلبية متطلبات السلة الغذائية. واضح. بعهد الحكومة الحالية وجد دعم كبير لهذا المشروع من خلال الإبقاء على موضوع السلة الغذائية وشمول عوائل الرعاية الاجتماعية اللي عددهم 7 ملايين. فبالوقت اللي نوزع 41 مليون و 500 ألف لجميع العراقيين، نوزع أيضا 7 ملايين تتعلق بالرعاية الاجتماعية، يوزع لهم 11 مادة، 7 مواد زائدا 4 مواد مضافه اللي هي الشاي والحليب والسكر والزيت، تضاف الى الكميات اللي يستلمها المواطن العادي، كميات مضافه اخرى للعوائل الرعايه الاجتماعيه. حقيقه الحكومه نجحت بدرجه امتياز في تامين العراق من كوارث الامن الغذائي، كوارث الضرر نتيجه ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، زياده نسبه التصحر، الصراع الروسي الاوكراني، وما تمثل روسيا واوكرانيا من أهمية منتجة للغذاء الدول المنتجة. العراق يعني ابتعد كثيرا عن هذا الصراع من خلال
مشروع السنة الغذائي اللي استطاع توفير المواد الغذائية للناس بشكل جيد، وبالجهة الثانية تأمين خزين استراتيجي المنتوج المحلي إلى خمس سنوات إلى خمس أشهر، وبالجانب الآخر الاهتمام بالموسم التسويقي والعام. إحنا حققنا 5,300,000 في حين حاجتنا الفعلية بالبطاقة التموينية 4,600,000، والآن متجهين إلى 6,000,000 طن من حسب توقعات وزارة الزراعة. يعني أنا بعتقد عفوا أستاذ محمد، يعني هذا سوالك اكتفادات يعني بالضبط. اها، واحنا الان نتحدث عن 2,000,000 طن زياده موجوده بمخازننا الان. احنا الان بدا الموسم التسويقي واحنا عندنا خزين 2,000,000 طن من الحنطه. هذا يعني حقيقه السله الغذائيه وتوفير ماده الحنطه حصل استرخاء في عمل الوزاره. كان الحديث قبل فساد على امانه، مخازننا صارت ملاعب كره القدم في فتره ما نطي شهرين او ثلاثه بالسنه. لا، اليوم اكو انتظام، الدعم الحكومي الكبير، البرنامج الحكومي اكد على السله الغذائيه واكد ايضا على البطاقه التموينيه وتحويلها الى اتمته تصير بطاقه الكترونيه. والغرض من هذا الموضوع هو اولا منع هدر المال العام، وتقديم تسهيلات الكترونيه عبر برنامج تمويني للناس. فبدل ما تجي للمركز التمويني انت من خلال هاتفك الجوال تحصل على معلوماتك، تحذف، تلغي، تضيف، تتاكد من نوعيه المواد الغذائيه. حقيقة احنا ما يعني ما نتعرض الى من ضرر نتيجة الكلام، بعضه ياتي في سياق يعني تصفية حسابات. يعني تدري حركة التجار مشروع السنة لازم يروح لواحد، ما يروح العشرة، فبالتالي هذا الواحد يتعرض لضرر نتيجة ضغوط من اشخاص ومن شركات ومن يعني، وبالتالي هذا يسرب الى مواقع التواصل الاجتماعي، يتسرب الى الناس، بعضهم ما يعرف شنو القضيه. يعني اذا اقول لك احنا من سنتين ثلاثه افضل نوعيات الطحين المنتج الطحين طحين الحصه او طحين البطاقه التموينيه. ووفرنا الطحين بشكل جيد. يعني كل التوقعات كان يصير سعر كيس طحين يوصل 200,000، ما تجاوز عتبه 45,000، والان 20-15,000. الان الطحين متوفر بالاسواق ب 15-20,000. تجاري. لا هو طحين الحصه، شوف احنا الان لو وقفنا توزيع الطحين لمده شهرين الثور الثائر، بس اذا اقول لك نسبه كبيره من العراقيين ما يطحنون. وين يتجهون؟ يصمون. يصمون في يا اما يطلبوا المعمل، واتمنى احنا يا اما والوكيل يقول لا معود لا تستلم شو بريحه مو زين كذا كذا. فحقيقه دائما ندعو المواطنين نقول يا اخوان طحين حصه مو زين رجعوا علينا. نبدلكم. للوكيل؟ احنا نقول يا مواطن اجيت للوكيل وقال لك الطحين حصه مو زين، خابرنا الخط الساخن رقابة تجارية. وين رقمكم حتى؟ احنا دائما اكو موقع عندكم؟ اكو جي. عندنا موقع الوزير وموقع رقابة التجارية، وكل محافظة بها رقابة وعندها قدرة توصل إلى مكان الخلل في ساعة أو ساعتين. جي. البعض متوهم لحد الآن، نقول له يقول لا التمن مو زين، يا أخي استلمته؟ يقول لا، مو قال الوكيل مو زين. يا أخي هو طحين تايلندي الموجود بالسوق نفسه احنا جايبينه. كان ينباع ب 55,000 بالسوق، يقول مو هسه بالسوق صار 250,000، مو احنا مو نجيب 120,000 طن بالشهر، فاكيد الناس لما تشتري وين تبيعه؟ فيصير دوار ويصير كذا. احنا دائما نطلع الى 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 تحسين البطاقه التموينيه، تحسين المناشئ الان الموجوده هي شبيهه بالسوق التجاريه، عندما تقول السكر وزيت هي مال معمل سكر الاتحادي اللي هو اغلب السوق المحليه تعتمد عليه. تمام. وهذا منتج وطني، بس بالجهه الاخرى هو مستورد من 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 البرازيل وماليزيا، من افضل دول العالم بصناعه الزيت والسكر. عندما اتحدث عن رز تايلندي، عندما اتحدث عن البقوليات ارجنتيني روسي، عندما اتحدث عن معجون الطماطه تركي. احنا المشكله المواطن من يستلم باص انه هاي الماده مو صالحه. راح بعد صارت. احنا ندعو المواطنين الى التاكد من سلامه المواد، وهذه المواد تفحص قبل توزيعها على المواطنين، وتطلع شهاده فحص معناه عليها فاحص ومسؤول شعبته ومدير قسمه والمعاون والمدير العام. شهاده منشا، شلون المختبر يعطيك نتيجه؟ اي واضح. فاحنا ما ممكن نجهز الى الماده غير صالحه. انا اقول اطمئنوا انه دائما الحصه سليمه، وهذا الكلام ما له تصلح الاستهلاك البشري ابدا مو دقيق. ولا تتم البلاستيك، هسه بعضهم يقول تم البلاستيك، اسرع ودي شكل انه ما خاف صدق البلاستيك. يلا بالمعده يدوب. القصد انه مشروع السله الان يامن الامن الغذائي بشكل جيد، وفر لنا خزين جيد، مخازننا مملئه بالمواد الغذائيه، وزائدا احنا دخلنا الخط التجاري. راح اقول شنو الخط التجاري؟ ايش عليكم انتم؟ اقول لك الخط التجاري احنا معنيين في
تأمين المواد بأسعار مخفضة لعوائل ذوي الدخل المحدود. يعني الآن كل محافظة عندنا مركز، إذا تمن بالسوق بألف ونص إحنا نبيع بألف وربع أو ألف. إذا زي وين هاي المراكز؟ كل المراكز موجودة. يعني هو هذا راح يجيبنا على سؤال أستاذ محمد عن المهيئة. الأسواق المركزية اللي هي تابعة التجارة تمام لو لا؟ نعم. كانت أسواق الثلاثة والشعب والعدل، هاي أسواق كانت منظمة وحتى كل الأشياء تبيعوها حتى العطور. زين هاي ليش أنتم أهملتوها هذا المشروع؟ سادة الكريم أنت اليوم من تريد ترجع أسواق مركزية قبل هي الأسواق ببحثها تذكر ملابس داخلية ومبردة كل شيء. الآن العراق مليء بالأسواق. يعني مولات مولات صحيح اتفق. انت ايش تريد تنافس بس مو انت راح يعني تقلل لي عن كاهل المواطن احنا سوينا هسه ايه؟ اربع اسواق مركزيه في بغداد راح ترجع عملها، واعتقد اذا تشوف هسه جيد اذا تطلع على الاسواق كلها الان ببغداد تلقى بها شغل مستمر صبغ وتاهيل وبناء ممتاز. القصد هاي الاسواق راح تباع جميع المواد اللي يحتاجها المواطن بالسعر المدعوم او بالسعر الكلفه. يعني المواد الإنشائية، المواد كل ما يحتاج المواطن هاي تباع بسعر معملي. شلون سعر المعمل راح يباع بهاي الأسواق ممتاز. اللي راح تنفتح اثنين بالكرخ واثنين بالرصافة، فضلا عن أن ندرس احنا في كل محافظة المحافظات نعيد سوق مركزين أهله أو نبني قطعة أرض جديدة إلى مركز تسويقي يحتوي كل المواد الغذائية والإنشائية يحتاج المواطن. بالجهة الأخرى احنا مقبلين على مشروع آخر اسمه مشروع السلة الغذائية اللي مهمته تأمين المواد الإنشائية وتوزيعها للمواطنين من خلال البيع المباشر أو بالتقسيط. فالموظف وعوائل شهداء الجيش وشهداء الحشد الشعبي فضلا عن عوائل الرعاية الاجتماعية مواد إنشائية. راح نتحدث بهذا المفصل إن شاء الله أستاذ محمد، لكن خلينا نقب بطاقة تموين. عندي سؤال، مثلا أنا مثلا جاي أنتقل من مكان إلى آخر، يعني بطاقة السكن تتغير، أنا وين أروح هنا أجدد البطاقة، أحدث بطاقة تموينية؟ شنو مميزات البطاقة التموينية؟ أنا ما أعرف. شوف إحنا البطاقة التموينية قلنا تحويلها لبطاقة إلكترونية. بلي. اللي هسه أنتم ما زلتوا على الورقية. لا إحنا الآن ست محافظات خلصت. ستة. النجف والمثنى وكربلاء وتهوك وكركوك والكرخ. الكرخ بس صارت معركة بالكرخ بصراحة. شنو صار هسه؟ احنا تجربة هي الآن صار رأي انه احنا ننطل الموضوع من التجارة الى الشركة بالقطاع الخاص معنية بملف البطاقة التموينية والانتهاء من هذا الموضوع. جيد، مهم راح تاخذ من المواطن لا فلوس؟ لا 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 ماكو فلوس، وراح نعتمد بشكل كامل على البطاقة الموحدة اللي تحتها وزارة الداخلية. جميل. هاي ما بها مجال عين وبصر كاملة جاهزة هي. فإحنا راح نعتمد تقريبا 100% على البطاقة الموحدة، واعتقد المواطن ما راح يراجع بعد هو تطلع له بطاقة اعتمادا على ممتاز. الموجود ضمن البطاقة الموحدة. احنا اي مواطن ينتقل من منطقة الى منطقة اخرى فقط يبلغ الوكيل ويقدم استمارة لمركز تمويني يقول انا تحولت من هذا المكان لهذا الوكيل. التجارة تنقلك من المكان القديم الى المكان الجديد. احنا حقيقة تأخرنا أشهر بهذا الموضوع، حتى الأصافة فتحناه، حتى تم فتح الحذف والنقل تأخرنا. ليش؟ قلنا نريد على مود البطاقة الإلكترونية، نريد نوحد الجهود، نريد ما يصير عملية نقل أثناء هذا. بس من شفنا تأخر الموضوع الآن فتحنا بالأصافة وكل المحافظات نفتح النقل حتى يبدي عمليه. يعني هسه النقل عادي موجود برصافه اي فقط برصافه النقل من مكان الى مكان حتى فصل العائله مو تمام؟ ممكن تفصل نعم. عائلتك نعم. ببطاقه موحده. عندنا مشكله بانه الطفل من يصير قاعد تتاخر هاي العمليه، يعني شنو علاجها؟ والله توجيهات السيد الوزير وقياده الوزاره انه يتم معالجه الموضوع بشكل فوري. يعني مجرد انت تبلغ المركز التموين او تبلغ الوكيل يحسم الموضوع ولا يتاخر. قلت لك احنا موضوع اثبتت البطاقه الالكترونيه راح يحل كثير من يعني المشاكل، يعني راح كثير من الامور عن طريق الهاتف الجوال. راح انت تضيف بيان الولاده او الجنسيه مركز تمويني يستلمها ويعطيك اشاره بانه يا تم اضافك، روح راجع المركز التمويني. ممتاز. راح نرجع على السله الانشائيه. ايه؟ عرفنا سله غذائيه. نعم. بس انا اقول شنو السله الانشائيه؟ شوف احنا بالنجاح اللي حققه مشروع السله الغذائيه اعتمادا على القطاع الخاص العراقي واللي حققت تجربه كانت مهمه، اولا ابعدت التجاره عن ملف الفساد. دائما الحديث كان يجري انه عقود ووهميه، والان هسه القطاع الخاص صار لسنتين ونص تقريبا العقود هو يجريها. احنا الماده تجينا باب المخازن نفحصها، صالحه نستلمها، ما صالحه
اسحبها ونغرمه مبالغ الخزن حقه من استلام القطاع الخاص، ولحد الان ما اتضح اي كميه غير مطابقه للضوابط. ممتاز. مو غير صالحه، مطابقه للضوابط. يعني انا صالحه كلش عندي اتوقف بها، انت صالحه يعني مميته. اي فعلا. بس اسهل شيء على الناس يقولون غير صالحه على استهلاك البشري. يعني الناس من حقها تعبر عن ما تريد. بس احنا من التعاقد مع السله الغذائيه لحد الان لم يوقف كيلو غرام واحد لعدم مطابقه للضوابط. من يقيمها؟ احنا الان الاجهزه مال وزاره التجاره في الحبوب والغذائيه من افضل اجهزه الفحص بالمنطقه. ليش؟ انت 40 45 سنه 40 سنه تعتمد على هاي الموظفين الاكفاء بدرجه وظيفيه عاليه بخبرات تصل الى 25 30 سنه. الفاحص وزاره التجاره يعتمد احيانا على النظر ويعرف المال. اي فعلا. شلون الفحص عمليه الحنطه؟ يعرف هاي حنطه مهربه، حنطه محليه، حنطه حايله، حنطه جديده بالنظر خبره. فكيف اذا عندك اجهزه متقدمه؟ احنا محصلين الاجهزه في عمليات اي يعني امانه، وهذا المختبرات تابعه للوزاره تكاد تكون الافضل بالبلد. واحنا حقيقه دائما نقول هاي مختبراتنا محط فخر. ليش؟ لان متعلقه بالناس وصحتهم. فلذلك ما تطلع ماده اذا ما يتم فحصها وتجي شهادة فحص للمدير العام يوقعها بناء على تواقيع الفاحصين ومسؤولهم ومديرهم. فالنتائج تطلع على ضوءها تنطلق المادة بكتاب رسمي لكل المحافظات. أحسنتم أستاذ محمد على هذا التوصيف. لكن سؤال آخر حتى نعم. على غير محور، البطاقة الإلكترونية أنت تشغل بالكرخ؟ الكرخ جهزة كمل؟ كمل بالكامل؟ بالكامل حقيقة. بس احنا عانينا أكو مواطنين بال 300 ألف ما راجعوا. فانطينا مجال، انطينا مجال. الآن أعتقد الموضوع راح يسهل بشكل أفضل عندما تستلم شركة قطاع خاص معنية بتوقيتات محددة بعقد محدد. أعتقد الموضوع راح يصير بشكل طبيعي، وإحنا حقيقة نعتبره إنجاز موضوع تحول البطاقة من برنامج الأغذية العالمي إلى وزارة التجارة، وزارة التجارة ثم إلى شركة عراقية نعرف عنوانها وأصلها وفصلها. أبغى من يجيك برنامج صح الأمم المتحدة صح، بس اليوم هاي معلومات تتعلق بكل العراقيين في البطاقه التموينيه. المفوضيه الانتخابات تعتمد على كل فعلا اعدادنا فعلا. فان شاء الله يعني حتى على التخطيط اعداد السكان السكان هسه راح السكان هسه يجون على البطاقه التموينيه. اي فعلا. احنا القصد مالتنا انه الفتره المقبله راح يكون الملف في البطاقه الالكترونيه اسهل وافضل، وان شاء الله احنا بطريقنا للتعاقد يعني هاليوم. اكو تحديد فتره زمنيه؟ والله احنا توجيهات دوله الرئيس والوزير سيد الوزير انه ننتهي من هذا الموضوع، ولا بد ان ينتهي الموضوع هذا حتى ننطلق باتجاه اتوته البطاقه التموينيه في كل المحافظات. هسه انا كمواطن استاذ محمد عندي مشكله بوزاره التجاره مثلا. مثلا. شلون اتصل بيكم؟ اتصل بموقع الكتروني؟ عندكم مع الوزير عنده مقابلات لو فقط يعني ينوه على مقابلات؟ انا اعتقد مو من باب المبالغه. وزاره التجاره اسهل وزاره، اسهل وزاره بالوصول الها. هسه راح اقول شلون. اولا عندنا اكو هاتف للوزير مباشر يجاوب ولا باجتماع يجاوبك مكتبه. واعتقد هذا اهتمام بكبير بهذا الجانب. الساده الوكلاء ايضا كلهم هواتفهم مفتوحه بالاتصال المواطني. عندنا المكتب الاعلامي في وزاره التجاره من انشط المكاتب الاعلاميه ومكتب متعاون ولديه عده مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حتى بننزل خبر ويصير احاديث للناس احنا نروح ونتصل بالناس شنو حاجته، شنو علق وش يريد. جيد. زائدا عندنا دائره الرقابه التجاريه، الوزاره الوحيده اللي بها دائره رقابه وزاره التجاره. فهاي يعني من غير مؤسسه، من فقط من داخل مؤسسه. داخل هذا يتابع كل صغيره وكبيره في عمل وزاره التجاره. يتابع. هي مستقله لو تابعه الوزير؟ هي تابعه الوزير. تابعه الوزير. يعني بس بالعكس الوزير يعتمد عليها 100%. الوزير ايده ورجله الرقابه. ليش؟ لان حتى تتابع وزارتك، فبالتالي مطلوب منك شوف عن طريق تقرير كامل. يعني هذا الرقيب شوف الصبح يروح يفوع الاسعار، الساعه 8 يروح الجميله ويروح كل اسواق العراق. شنو الاسعار مرتفعه منخفضه؟ يروح يدقق بالمخازن، هاي المخازن مال القطاع الخاص. منو صالح ومنو غير صالح؟ من المواد الممنوعه؟ من واجبات الرقابه التجاريه. هذا الرقيب يتابع الموسم التسويقي من الساعه 8 الثانيه يوم 8 يبقى يراقب اي ماده تدخل حنطه غير مطابقه للضوابط. هذا الرقيب ايضا يتابع كل حسابات وزاره التجاره. يعني اي شغله ماليه بوزاره التجاره انت تلقى رقيب يدقق بها ويباوع لها.
الجهد الكبير اللي يبذل بإدارة الرقابة التجارية والمالية حقيقة أنصف وزارة التجارة وأبعدها عن كل الشكوك بالحديث عنها عن قضايا ملف فساد أو ملفات. يعني أنا أجزم التجارة من تخليها في باقي الوزارات، يعني الوزارة يعني والله جيدة جدا. يعني أنا اشتغلت مدير عام رقابة التجارة 4 سنوات وأعرف كل الشكاوى والترد يا أما كيدية أو ما تخلو من المصداقية. بعد واحدة من الكيديات يمكن. لا عادي يعني لا شوف أنت أي شكوى تدقق بها صح، أي ملاحظة حتى تعرف الصح، حتى أولا تعرف الصح. بس أحيانا النوبات تدري تصفية حسابات تصير نوبات، أنا ضج منك التوكيل فروح أنا فوق عليك وأقول يا ترى وكالتي ما يوزع لنا ما يجي أنت تروح تلقى الوكيل يوزع، أو نوبات أكو خلل بس تروح للمواطن يسأل يقول هذا الوكيل وردة زين. انت اذا المواطن يقول الوكيل جيد انت شنو خيارك؟ زين هاي هاي المؤسسه او دائره الرقابه هي بديل عن المفتشيه مثلا؟ هي لا هاي يعني هاي منذ انبقت وزاره التجاره انبقت دائره الرقابه التجاريه وتكاد من اهم دوائر وزاره التجاره في الزمن السابق والان. واضح اكو لها جهد كبير، جهد رقابي، جهد رقابه ماليه ورقابه تجاريه ومعنيه بالتدقيق في ملفات التجاره وخارج التجاره. جيد. واحده من الاقاويل اللي سمعتها قبل فتره ذكرتني بها استاذ محمد، يقال بانه الحنطه بعض التجار يروح او الفلاحين يروح حسب عنوان تاجر فلاح يروح يجيب الحنطه النوع الردي مثلا ويوردها للحكومه بانه هذا محصول ويبيعها للحكومة، هو جابه بسعر أقل، أكو هيك خبر؟ أنت إذا ظلينا على الأحاديث، والله لو أحكي لك قصة، العراق بال 2022 زين 22 23 عندنا 23 عندنا 70,000 طن الخزين الموجود بالحنطة زين 70,000 هذا كيف محافظتين؟ تظاهرات في كل المحافظات، الوضع الامني يعني الوضع التظاهرات صعب جدا صحيح زين. وانا بشهر الواحد وانا مدير عامة الحبوب ومن الشهر الخامس ماكو موسم تسويقي، حتى لو يبدي بالواحد خمسة لا تبدي تستلم الناس تمام، فمضطرين نشتري حنطه. اشترينا حنطه يعني حنطه عن طريق مناقصه، والمناقصه وانت واحد منهم جزء منهم، بعثي بالبحر قالوا لنا ايرانيه، وصلت للميناء وقفوها، وصلت للبصره وقفوها، وصلت للسماء وقفوها، وصلت للديوانيه وقفوها، وصلت ودعاوى قضائيه من هناك. ليش؟ لانه واحد ما فاز بالمناقصه. اها. فلازم هذا يشتكي علينا اخبارات بكل العراق، ومن حق السيد القاضي التحقيق في اي محافظه يطالب بالدقه. يطالب بالتدقيق، مع ذلك احنا كسبنا القضايا بس انت شوف الجهد الكبير حتى تجيب 100,000 طن من اموال الشركه. من اموال الشركه مو من المال العام. حتى تجيب شوف انت قد معطلات امامك حتى توصل الحنطه. هذا الحديث عن حنطه غير، اولا احنا ملزمين لازم حنطه لو استراليا لو كندا لو امريكا. حلو. ذني غير ماكو. زين هذا موضوعنا الحين من المناشئ. اكو مقاطعه معلنه طبعا العراق من ضمن المقاطعين للكيان الصهيوني. اكو عندكم مناشئ مثلا لها ارتباط بالكيان الصهيوني؟ احنا يوميا مودين الغزة مساعدات. يوميا مع الإعلان عام إنه التجارة نفير حتى توفر الطحين لأبناء فلسطين الحبيبة. يعني معقولة يدارك الواحد يقول إحنا نجيب إسرائيلي مثلا نجيب إسرائيلي؟ لا خب احتمال أكو هي إسرائيل مو إلا هي المنتجة. لا مستحيل. أكو شركات ممكن تتعاون وياها؟ مستحيل. إحنا ملتزمين بالمقاطعة للكيان الصهيوني وملتزمين بالشركات اللي كلها موضوعة بخانة أخرى ولا يمكن التعامل معها لا بالاستيراد ولا بالتصدير، وموقف موقف العراق ثابت من دعم القضية الفلسطينية ودعم أبناء غزة، وبالتالي لا نسمح لأي مادة تتعلق بالكيان الغاصب أن تدخل الأراضي العراقية. أحسنتم أستاذ محمد. احنا حكينا اكو استثناء يصير بالحصة قصد الرعاية الاجتماعية وكذا. اكو انا سمعت بانكم تقطعون على المواطنين الحصه، شنو المعايير اللي تقطعون بها الحصه؟ الحصه توزع لكل ابناء الشعب العراقي باستثناء الموظف اللي راتبه فوق 2,000,000 دينار، باستثناء التجار المسجلين في دائره مسجلي الشركات، باستثناء الاطباء والصيادله. لانه الطبيب هم الطبيب اذا الطبيب عيادته يعني الحمد لله خير من الله خليه يعطيها للفقير.
يعني اذا الطبيب يقول حقنا الحصه التمويميه ابو المولد هذا احنا القصد كل مواطن الحكومه ترى انه محتاج يستلم الغذاء يستلم الغذاء. السياقات كان 1,500,000 حقيقة هذا الحق الضرر بمنتسبي القوات المسلحة. صحيح صحيح. وبالتالي من دفعنا مبلغ إلى 2,000,000 بدعم حقيقة نواة الرئيس سيد الوزير. الآن الوضع أفضل يعني تقريبا يمكن إذا أرد أحصرهم الدول اللي ما يستلمون فد 500,000 إلى 400,000 واحد. من كل العراق. أي كل العراق 500,000 واحد. زين هو ينقطع عنه فقط شخصه وعائلته. كلهم. كل عائلته. كل المرتبط بالهذا. يعني ما معقول التاجر نخلي نقول له بس أنت مثلا. أي لا بالتأكيد. يعني أمانة. احنا نعاني من قضيه مهمه جدا وحتى لو ما تنجنها بالاعلام نحكيها السله الغذائيه او المواد الغذائيه لازم تروح لمستحقيها اي فعلا يعني من غير المعقول انت تعطي مواطن ما عنده ما يسد رمق اي بالتاكيد مو بالتاكيد ومواطن اخر عايش زين يعني احنا مو ضد ان الدوله تساهم بالدعم المادي والمعنوي والغذائي للناس بس لازم اكو عندنا فئه نطلعها عن خط الفقر اي فعلا 7 ملايين مواطن عندنا برعايه اجتماعيه ذول لو توجه السلة الغذائية بشكل مكثف لهم تبعتهم عن دائرة الخطر أعوض هذا اللي ما يستحق أعطيه للفقير أغطي على كل ما سترة الطبيب تطيب لا على قلوبنا طيبة نطي أستاذ محمد الوزارة شو اشتغل للشركات شو تعمل لها شو قاعد تنتج الشركات أي شركات الشركات التابعة للوزارة شو ندعمها احنا عندنا 7 شركات 3 شركات الغذاء اللي الشركة العامة بس هي مو تمويل ذاتي يعني تمويل ذاتي تمويل ذاتي الشركة العامة لجهات المواد الغذائية اللي معنية بمشروع السلة الغذائية ومتابعة تفاصيله الشركة العامة لتصنيع الحبوب معنية بإنتاج الطحين لديها أكثر من 317 مطحنة أهلية وأكثر من 10 مطاحن حكومية هذه المطاحن توفر مادة الطحين الجيد للمواطنين وأيضا لدينا الشركة العامة لتجارة الحبوب الشركة المعنية بالحنطة واستيراداتها والإشراف على الموسم التسويقي والشركات من الشركات الكبيرة على مستوى العراق وتقدم جهود كبيرة وجهد كبير بذل في هذه الشركات وإداراتها العامة وحقيقة هذه الشركات حققت الأمن الغذائي يعني إذا تحدث بإنصاف شركات الغذاء في وزارة التجارة حققت الأمن الغذائي العراقيين واستطاعت أن تبعد البلد عن أي ضرر نتيجة الأزمات الاقتصادية شتى العالم جراء قلة المواد الغذائية أو جيد. بسبب مشاكل أمنية خلال هاي الفترة ما صارت خاسرة الشركات لو بقت رابحة لا هي هاي الشركات دائما حقيقة وضعها رابح يعني وضعها جيد أولا الموسم التسويقي تدري يحقق يعني مبالغ كبيرة تجي للشركة جراء جهودهم طبعا الآن جهد الشركة الحبوب الغذائية يستمر على مدى 24 ساعة ماكو موظف يطلع بثلاثة أو بالأربعة العمل مستمر حصل الموسم التسويقي مستمر إلى ساعات الصباح الأولى ويجي شف الثاني يستلم أيضا باليوم الآخر يعني ما عندنا عندنا الشركة العامة للسيارات يعني حقيقة لحق بها أضرار كبيرة جراء الإنتاج يعني جراء استيراد. الاستيرادات صحيح. المفتوحة الآن وهذه الشركة معروفة بتاريخ الكبير تمام. اي يعني كان بس ما طورت نفسها يعني ما فتحت خطوط انتاج شركات انت شو تطور نفسك وامامك فد 200 شركة صحيح صحيح يعني بالتليفون يجيبون شركات بس انت احنا من اللي نجيب اول لازم عندنا فلوس فعلا هو هذا القصة ثانيا احنا الياتنا تختلف عن اليات البيع المباشر تمام الان الشركة تسعى الى انتشال وضعها الحالي وبالتالي تدخل بالسوق كمنافس تجاري يعني اكو سعي كبير بالشركه بس انت اذا تفتح لك خط مثلا تنتج سياره معينه هو تجميع طبعا نقول احنا بالشركة. احنا اكو بس وزاره الصناعه صناعه السيارات واحنا عندنا تجاره السيارات احنا تجار نبيع نشتري ونبيع هم يصنعون هم يصنعون واضح اذا انت اذا تجيب سيارات مثلا من مناشئ عالميه وتبيعها مثلا بالتقسيط او مثلا تبيعها باقل كلفه من السوق بالتاكيد كل المواطنين عندنا اكو سيارات عرض موجوده بالتقسيط وللموظفين بسعر اقل موظفي الدوله العراقيه وموظفي وزاره التجاره ايضا وموجود يعني بامكان اي واحد يدخل على موقع الشركه ويشوف شنو السيارات اول مره اسمع لا موجوده لا موجوده اكو اقبال عليها احنا نعتمد على كل شرائنا بالسيارات من خلال الشركه المعنيه اكو اقبال عليها والله تفاوت اكو تفاوت يعني اي تفاوت اليوم صارت أمزجة مثل ملابس السيارات كل واحد يحب على المزاج مالته واحد يحب ياباني واحد يحب يا
يعني تنافس على يعني مثل شلون الموضه مال الملابس اي فعلا هي استهلاكيه بالتاكيد. فكل مواطن يحب السياره، اكو واحد يحب ياباني، اكو واحد يحب صيني، واحد يحب يعني اكو دائره عندكم هي معنيه بتطور الاقتصاد ونمو الاقتصاد بصراحه. دائره مسجلي الشركات مو تمام؟ نعم. شنو جهود الوزاره باتجاه هذه الشركه؟ حقيقه دائره مسجلي الشركات من اهم شركات دوائر وزاره التجاره. والجهة الحكومية القطاعية المعنية على تسجيل الشركات سواء كانت شركات عراقية أو شركات أجنبية، وبالتالي أقسام هذه الدائرة تعمل بشكل كبير على تسجيل الشركات وفق الضوابط. عملنا بالفترة الأخيرة على أثبتة دائرة مسجل الشركات والتقديم من خلال الأثبتة يعني الاتصال الإلكتروني بدل ما يجي المواطن للدائرة ويسجل وينتظر. يعني اعتمدنا على كثير من آليات عمل هذه الدائرة على الأتمتة، وحقيقة لابد من إنصاف السيد المدير العام للشركة الأستاذ رشاد على متابعته وعلى معالجة جميع المشاكل اللي تواجه المحامين اللي مثلون الشركات أو الشركات على مستوى مجالس إدارتها. الآن نسعى إلى إيجاد مكان جيد لهذه الدائرة في قريب على مقر وزارة التجارة بغية يعني استقبال المراجعين وتوفير مناخ ملائم لها. دائرة مسجل الشركات دائما يرتبط تطور اقتصاد البلد على مدى جهد هذه الدائرة بتسجيل الشركات، لأنه احنا نحتاج اليوم حتى تسجل الشركة هي مو قضية مزاج أنا تسجل شركة، اكو ضوابط محددة، ضوابط معنية أجهزة أخرى تتابع هذه الشركات. شكلنا أيضا لجنة يعني من عدد من دوائر الوزارة والأجهزة الأمنية لمتابعة الشركات، متابعة أعمالها، متابعة مواقعها، وبالتالي احنا دائما نصدر بيانات بإلغاء عدد كبير من الشركات اللي ما نلقى لها أصول. يجي يقدم نروح البيت يمكن كشيف نلقى بيت كبير الشركة، نروح ورا ثانية ندقق لقينا ترى شايل القطعة والبيت هذا متحول لمكان آخر، هو يتوقع ماكو متابعة. بس حقيقة شنو الضمانات؟ أنا هسه قلت لكم فتح الشركة وجي سجلت عندكم شركة رأس مال، رأس مال، رأس مال اكو عندكم محدد يجيب رأس مال يعني هاي ارقام حقيقه انا ما احفظها، ما عنده مشكله بس شيء محدد، بس رأس المال، موقع الشركه، كل ما يتعلق بالضوابط في القانون. احنا ما نعطي شركه يعني عنوان للشركه واسم ايش اعتباطي كفاله بيها يعني لا هو رأس مال الشركه. شلون واحد يقول رأس مالك؟ واضح رأس مالك انت قدمت لرأس مال بمليارين دينار بالبنك موجود، بالبنك موجودات مسجله بس سحبها ثاني يوم شو المشكله؟ لا اكو ضوابط مو يسحبها، يعني هي مو قضيه يسحبها، يعني هذا المبلغ يتابع. هو ليش احنا قلنا ندقق؟ لانه احنا ما يفوت علينا اللي هو يجي يسجل ويروح وبعدين يسجل ترفض غرامات عليه. يعني انت تسجل شركه زعباك تسجل وتروح انت السنويه اكو غرامات تنطيها للدائره، اكو مبلغ من المال اذا تجي ورا سنه ثلاث سنوات تقول والله هسه اغلبهم يفتح شركه ويروح نجي يريد يلغيها نقول له تعال سدد. حشش الفلوس يسدد؟ لازم يسدد. انت شلون تعرف؟ اشتراك يعني؟ انت شلون تعرف هذا عنده شركه؟ اي راس المال هذا الكبير شلون تعرفه اذا ما يسدد مبلغ معين للدائره عن جهود او عن اعمال تقوم بها شركته؟ بالضبط تمام. اي متفقين، هذا جزء من القضاء على الحال، عمله هو. اي هذا جزء من القضاء على الحال، التحايل والتلاعب. انت بدل ما تجي تسجل وتروح، لا انا اسجل بس انا راح اتابعك، اتابعك موقعيا واتابعك من خلال الكشف الشركه الموجود لدى الدائره. يعني واحنا حقيقه اتمتنا قسم كبير من هذه كانت اوراق ولو ما تتعرض للحرق. الان لا، الان اغلب الشركات ما اتمتها، وهذا اعتقد يدخل من ضمن منهاج الحكومه والاتمته، دعم كبير لهذه الشركه من سيد الوزراء وزارها حقيقه. زارها بشكل مباشر واطلع على تفاصيل واوعز بتوجيهات كثيره فيما يخص مسجل الشركات. دائره مسجل الشركات دائره مهمه جدا، معنيه بتطوير الاقتصاد، معنيه بالتنوع، معنيه بـ 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 يعني بـ بتجيل الشركات الاجنبيه في العراق. ممتاز. متى ينضم العراق الى منظمه التجاره العالميه؟ حقيقه منذ 2003 وملف العراق لانضمام لهذه المنظمه يراوح يعني بين المد والجزر. السبب هو شنو السبب؟ السبب اولا تبعا للحكومات ومدى اهتمامها. تدخل بالسياسه؟ لا هي مو سياسه. شوف المنظمة التجارة العالمية تعمل وفق ضوابط عالمية قوانين، يعني إذا جينا معايير محددة صح. إذا طابقناها ومعايرنا تلقى أكو فرق شاسع. بالتالي عملية الانضمام للمنظمة أولا
يفتح لنا الباب امام قوانين جديده لتحرير الاقتصاد. تمام. بالجانب الاخر انت تتعامل ويا اكثر من 160 دوله او منضويه تحت لواء منظمه التجاره العالميه. العراق انقبل في عام 2003 مراقب، ولعام 2023 مراقب. اها. يعني 20 سنه العراق مراقب في هذه المنظمه. كثير من القوانين والتعليمات يعني تم التعامل بها، كثير من تعليمات الدوائر المعنيه بالاقتصاد، الجمبرك والمنافذ والصحه والتربيه والبيئه. اللقاء الاخير اللي حصل قبل 3 اشهر حضور الوزير بشكل مباشر في ابو ظبي، وتكليف المملكه العربيه السعوديه بالاشراف على ملف العراق. اليوم وصلنا خطوات كبيره للامام. اعتقد الاجتماع القادم ستقرر هذه المنظمه انضمام العراق اليها بعد جهد جهيد وجهد كبير من قبل الحكومه العراقيه. نتمنى زف البشرى ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله استاذ محمد. استاذ محمد، فقط عندنا مشكله اريد نستعرضها باتصال هاتفي ومثل ما نعود حتى نختم وياكم سؤال اخير. ان شاء الله. مشاهدي الكرام، احد المواطنين وصلنا مشكله عده معينه حاب يطرحها من خلال شاشه قناه الايام الفضائيه. فصار تامين مع الاستاذ عبد الحسين الضالي، محامي وباحث اكاديمي، تحدثنا عن قضيه اموال القاصرين. هذا الملف طبعا كلش مهم بصراحه، بس لكن ما يتحمل يكون حلقه كامله ب 45 دقيقه، لكن خلنا استقطعنا بعد اذن استاذ محمد هذا الموضوع بدقائق نستعرض فيه المشكله، وهي تطرح طبعا راح توصل الى مقر او مكتب سيد رئيس الوزراء وايضا الدائره المعنيه. استاذ عبد الحسين الظالمي، اهلا وسهلا بك. تفضل استاذ عبد الحسين. السلام عليكم دكتور، تحياتي الى السلام عليكم استاذ عبد الحسين. عليكم السلام ورحمه الله، تحياتي لك والى ضيفك الكريم. اسمعني استاذ عبد الحسين. اسمعك عيني، اسمعك دكتور وياك. ما صوت ماكو. اسمعك دكتور وياك. اهلا وسهلا استاذ عبد الحسين، شلونك عزيزي؟ حياك الله دكتور. حياك الله، شرفتنا اليوم بالاتصال. الله يسلمك، الشرف ممنون من عندك، شكرا جزيلا. استاذ عبد الحسين، انا ولو ما اسمع حاليا، بس يا ريت يعني توضح للاخوان المواطنين شنو مشكله الاخوه بالقاصرين؟ السلام عليكم وعلى ضيفي وعلى ضيفك وعلى المشاهدين الكرام ورحمه الله ومتابعيكم في القناه في كل مكان. الله يحفظك دكتور. تعرف انه سنه 1980 اصدر النظام السابق قانون برقم 78 لسنه 2000. نعم. هذا القانون يعني ضمن حقوق اموال القاصرين في مديريه تسمى مديريه القاصرين. في ذلك الوقت كانت الاموال طبعا لها قيمه دوليه باعتبار انه العراق في ذلك الوقت كان الدينار يعادل 3 دولارات، وبالطباعة السويسرية الدولية في ذلك الوقت ما يسمى بالدينار السويسري، وهو ذو قيمة عالمية وقيمة داخلية. وتعرف بعد عملية الحصار هبطت هذه القيمة وأصبحت الدينار العراقي لا قيمة له من خلال الطبع الداخلي، مما أثر كثيرا على قيمة هذه الأموال الموضوعة المودعة في عند صندوق القاصرين. هذا أولا. ثانيا أنه هؤلاء أيتام أسرى، كان هؤلاء من قسم من عندهم من صادرت أموالهم يعني بطريق أو بآخر من قبل النظام، صادرت الاستخبارات، صادرت الأمن في ذلك الوقت. بقت هذه الأموال موجودة في صندوق القاصرين، وأيضا القانون ينص ليس فقط على حمايته وإنما على استثماره، وبحيث هذا الاستثمار يعود بالمنفعة إلى القاصرين. ولكن للأسف الشديد بعد أن سقط النظام هذه الأموال قسم من عتها عيدت إلى أصحابها وهم الأيتام والأسرى واللي كان آبائهم بنفس القيمة؟ لا مو نفس القيمة، وإنما بالقيمة الطبع، وهي قيمة لا تساوي. يعني اللي كان عنده مليون يعني سويسري يعادل 6000 دولار أعطوه ما قيمته يعني ما يعني قيمة سعر دجاجة أو أكثر أو أقل في ذلك الوقت. يعني لأنه تدري قيمة الدينار الطبع لا تساوي دينار واحد من الدينار السويسري مهما كانت هذه الأموال. بالإضافة إلى أنه جاهل ومبدأ بالقانون وهو استثمار هذه الأموال، وصندوق القاصرين
هو مسؤول عن 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 حماية هذه الأموال، ومسؤول عن استثمارها، ومسؤول عن عودتها إلى أصحابها. المهم أشيركم إلى قوانين متعددة، منها قانون يعني الأموال القاصرين اللي هو هذا ذكرناه، وبإشارات واضحة. المهم شكلت لجنة، صارت مخاطبات، شكلوا لجنة عالية من وزارة العدل والرقابة المالية ووزارة المالية وأيضا من البنك المركزي، واقترحت هذه اللجنة بتقويم هذه الأموال بالنسبة للقاصرين قبل عملية السقوط. لكن للأسف الشديد أنه البنك المركزي لم يستجب ولم يوافق على قضية مقترح هذه اللجنة. لذلك من خلالكم لناشد السيد رئيس الوزراء، والناشد وزير المالية، والناشد الأخ وزير العدل، ولناشد الأخوة أعضاء البرلمان، هنالك قانون قد اقترح، ولكن للأسف الشديد لتعديل ذلك القانون، ولكن للأسف الشديد لم يتم إقرار هذا القانون. هنالك كتاب أيضا من الأخ وكيل وزير العدل في ذلك الوقت إلى مدير يعني ذات الرقم 6/4/2023، وهذا يقترح. عبد الرحمن حتى نستثمر الوقت، ايش قد عددهم؟ يعني العدد بالضبط غير واضح، تخميني انا شخصيا، اما بالنسبه لوزاره العدل وصندوق القاصرين اعداد موجوده واضحه، وهي ليس اعداد كبيره، وهذا حق طبيعي للمواطنين بان يطالبون باموالهم. والمشكله تكمن انه هؤلاء اغلبهم ايتام كانوا في ذلك الوقت، اما ايتام واما اسرى، وقد نزلت عليهم ظلامه كبيره من قبل الدوله. جزاكم الله ومن خير. قبل بالضبط البنك المركزي الذي لم يوافق على المقترح. هذا اولا. ثانيا انه هؤلاء شريحه من ابناء الشعب العراقي، والدوله عندما يكون لها دين على المواطن في ذلك الوقت تقوم العمال وتصدر قرار التضمين، اما فيما يتعلق بحق المواطن فتعطي اموال كما هي، يعني عندك مليونين في ذلك الوقت اعطوهم طبع، قسم من عندهم لحد اليوم ما تم استلامهم، قسم من عندهم بيعت بيوتهم من قبل الورثه وودعت اموالهم داخل صندوق القاصرين قبل فتره، يعني من صار السقوط سلموهم اموال لا تعادل طابوقه مو بيت، يعني مو خدمتك استاذ عبد الحسين. انا اعتذر يعني على المقاطعه، لكن وقت البرنامج انتهى، بصراحه عندنا برنامج اخر مباشر، لكن اعدكم ان شاء الله سوف يتم نشر هذا الفيديو على الاستقطاع حول قانون او اموال القاصرين، سينشر على جميع المواقع اللي خاصه قنواتنا اللي تحب تاخذ هذا المقطع، ممكن نزوده بهذا المقطع ونبعثه الى مكتب رئيس الوزراء لنجد حلا لهذه المعضله الكبيره كما اسماها الاستاذ محمد حنون. شكرا جزيلا لحضورك استاذ محمد. الله يسلمك. شكرا لوقتك، شكرا لجميع المعلومات. خلصنا الوقت بسرعه. مو وهذا البرنامج. الله يسلمك. فرصة سعيدة مرة أخرى. أستاذ محمد حنون ناطق رسمي لوزارة التجارة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بعملكم. بارك الله فيك. الله يحفظكم أستاذ محمد. إذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وشوية عندنا صارت ميانة ويا المخرج أضفنا دقيقتين فوق البرنامج، شكرا لكم، شكرا للإخوان في العلاقات، تقبلوا تحيات أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن تعالى الأسبوع القادم يوم السبت في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.